الليل على من التراث ادمي. خلا 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 بلا دقيقه اشرح لنا التراث عندنا. تراث هذا قال مش معي والله من جيتك كلنا يجوف العرض يعني شوف كذا سوق مد عليه زي كذا يجون اثنين طبعا اللي يرميها في السماء فوق بعضهم كان يرميها بالامتار فاصل هو المشهور فاصل يرميها واذا طاحت في الارض كارثه لعاد كيف الامور قدام الناس من جد والله والله العظيم المفروض الدور كانوا يجون يمشون في الدائره زي ما تكون فهمت اثنين ها معهم البارود معهم كل شيء فيجون لحظه طبعا العرضه لها فهمت علي خلاص يجون كذا فهمت علي يوم يرفعها فهمت علي استقبلها استقبلها بعضهم يستقبلها وش ارمي ايش الفتيل والمجمع تسطولها من ايش بندق بس بارود طيب ما تنفجر بالارض لا لا فهمت علي في زي المراتين اللي يرموه ايوه ايوه زي بس هذا لك كذا ايوه اذا استقبلها فهمت علي يقابلون بعض فهمت علي ويضبطها بارود ويطلق بلاها شوي شوي بدوش دقيقه لا لا تخيل طولك كذا اعوذ بالله لا بلا تخيل شكلك يا جماعه انا كذا طولك والله يا اخو كنا ما هي بنعمه هذه نقمه بالله هذا طولك تخيل طولك كذا توقع ترى نقمه يا بدر صح ولا لا يعني شو الواحد بيحب راسك يا والله تعالي تعالي بلا دقيقه لا سلميها لا مو برمي لا بتحط على خشمك لا والله تكسره لا يا مجنون اصبر يا مسلم قويه ذي 50 متر لا كذا تبالغ كذا ما يدخل عقل حتى قدام الرياضيين لو يشوفونك حقين القصيم لو قدرت توقفها لك نصيبي من الجائزه الله اكبر قدام الرياضيين خليكم مشاهدين توهق خليكم مشاهدين توهق شاهدنا شاهدنا لا لا بوقفها لا 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 خشمك ايوه اي بدي صعبها والله انه خشم كابتن مدري والله يمين لك نصيبي من الجائزه يطلع برايك والله انه خشم من بلك الله لا يقول اشهدوا يا رجال اشهدوا خلاص شاهدت جمعان ادمي انت ما شاء الله السكسوكه ترى بتطيح تطيح سكسوكه طاحت والله راحت عليك يا حمشي راحت عليك يا حمشي والله حمشي شوف خذ خذ حمشي شوف شوف 100 ريال عند جمعيه اسمع 100 ريال عند جمعيه برامج الاحياء ذي مدري ايش قال اذا تدفع جائزه جائزه حقتي لك اسمع شوف انا ما برص الجائزه ما شاء الله يسعد صح هذه لك صح امسك جكت كل عمر ابعد 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 اسمع اي انا ما اتعورك بس اتعورك ما ورث الجائزه ايوه توصل لها انا ما عليك من تاخذ منها لا اسمع شوف اخذ حمزه عليك حبشي ان شاء الله والله قلنا يا عمر بس مستشفى جات مستشفى انت حبشي تحدى احمد مهدي قال اذا ثبتها لك نصيبي من الجائزه ثبتها لا خلاص خلاص ثبتنا حتى احنا مشاهدين برايم برايم طيب يا شباب ما دامكم اجتمعتوا بلا بنلعب يلا يقول ويطول اللي نشيط يا جماعه هنا يقول ويطول ابو حبشي اه عمر عمر شوف يقول ويطول لا تعودكم والله ثقيل ثقيل يا بدر يا بدر يلا بقلنا شيء عشان لا 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 ترى قوي والله قوي يا عيال تبشرون بالسعد قلت لكم ما روحوا ابي ارضات الله يسعدك تعالوا تبردوا وحياتك ودنياك يا رب اخي يا عيال الله السبعه هنا جائزه عطى 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 خير جرب جرب كيف ثبتوا العيال هنا فهمهم ولا هنا كيف دقيقه ثقيله والله جدا ثقيله دقيقه على جبهتك شيل 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 الكاب شيل الكاب شيل الكاب دقيقة. الله عليك عبد الله يثب امسك على خشمك خشمك يا اخي شي بنت شي بنت عضو من اعضاء جسمي انت سر سرها يلا شباب اجمع اجمع ايش اللي اجمع اصبر اطرح انت الله يصلح امك يا اخوي ثبته بيدينك الحين وين بثبتها؟ لا تكسر سنونك بس يا عبد الله لا يا مجنون عبد الله نطلع لا والله تعورك والله تعورك والله تعورك هذا عبد الله حبيبي انا ما ادخل يا شباب اللي بيلعب معانا خلاص تشغلنا انت يلا 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 يا رجال بلا عصا احمد حمشي بلا زين خلونا صف واحد رجال خليه يبلع ابد ابد لا كل واحد لحاله يلا يلا صفوا صفوا الموجودين عشان الموجودين شكل والشكل واحد ليك الظلال انت ها؟ بس خلص؟ لا هذا قال زي قوري الرمويه انا بنجي جنب بعض يلا ارجع شوي ارجع ارجع هذا حقة البنزين